نقول عليها غير كده. سفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أكد أنه في اللقاءات كمان كان في تناول مهم لموضوع سد النهضة. الرئيس أكد على حق مصر الثابت في المية، أكد على حق مصر الثابت في أنها يبقى في إلزام لأثيوبيا أنها تعمل اتفاق قانوني ملزم مع مصر ومع السودان. الأهم أنه كان في هذا الاهتمام اللي احنا شفناه من النواب سواء جمهوريين أو ديمقراطيين بتأييد حق مصر، لأنه الحقيقة القانون الدولي الاتفاقيات الدولية كلها بتأييد الحق المصري، فكان في تأكيد على تأييد هذا الحق المصري في اللقاء مع النواب وفي اللقاء كمان مع وزير الخارجية ومع الإدارة الأمريكية. لأنه أنا أعتقد أنه طول الوقت احنا شايفين أن ده موقف أمريكي ثابت، صحيح ما شفناش تحرك على الأرض لإلزام أثيوبيا لغاية دلوقتي بأنها تاخد هذه الخطوة اللي لازم تاخدها الحقيقة، ما فيش مفر من كده، لكن الموقف الأمريكي موقف ثابت بأنه لابد من التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم. الحقيقة النواب كمان والإدارة الأمريكية سواء وزير الخارجية أو وزير الدفاع أكدوا على العلاقات الاستراتيجية مع مصر، سواء في الجانب الاقتصادي، في الجانب التجاري، في الجانب الأمني، في العلاقات الحقيقة المتميزة جدا كمان على مستوى وزارة الدفاع، وتأكيد على أن مصر وده الحقيقة هي رمانة الميزان في المنطقة، هي المنطقة التي أو البلد التي تحفظ لمنطقة الشرق الأوسط استقراره. وإحنا شوفنا منطقة الشرق الأوسط قد إيه فيها أزمات كتيرة جدا، من ليبيا لسوريا لليمن للبنان، الحقيقة أزمات كتيرة جدا، لكن مصر هي رمانة الميزان اللي بتحفظ هذا الاستقرار وتحافظ على هذا الاستقرار. وهناك تقدير أمريكي كبير جدا لده، عبر عنه النواب وعبر عنه الوزراء الأمريكان. في تقدير أمريكاني كمان مهم جدا لدور مصر، دور مصر في مواجهة الإرهاب، التجربة المصرية المهمة جدا في مواجهة الإرهاب، في القضاء على الأفكار المتطرفة، في نشر ثقافة السلام والتسامح والمساواة، المساواة سواء بين الجنسين الراجل والست، أو المساواة بين المسلمين والمسيحيين. نحن عندنا في مصر الحقيقة الكل سواسية، لا فضل المصري على مصري إلا بقدر ما يقدم الوطن، وما فيش فرق بين مصري والتاني. مصر بتشيع وتنشر هذه الثقافة كمان مصر. وشوفنا اللقاء اللي عمله الرئيس مع وزير الخارجية قبل ما يجي واشنطن بيومين، أعلنت اتفاقية حقوق الإنسان والاتفاقية الوطنية أو المبادرة الوطنية لحقوق الإنسان أطلقتها، ومصر ملتزمة بيها، ملتزمة بيها على كل الاتجاهات. وشوفنا الحوار الوطني، والحقيقة هنا في وسائل الإعلام الأمريكية كلها في تقدير كبير جدا للحراك المصري فيما يتعلق بالحوار الوطني وفيما يتعلق بحقوق الإنسان وفيما يتعلق بالقرارات المتتالية اللي شفناها طول الأيام اللي فاتت بالإفراج عن المعتقلين. وكان في تأديل لده في واضح كمان في لقاء النواب وفي لقاء الوزراء والمسؤولين الأمريكيين، التأكيد على أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية، العلاقات المصرية الأمريكية لابد أن تحظى بدفعة قوية إلى الأمام.